فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه إلى آخر الحديث؟ ليس بين الآية والحديث منافاة، وليس بين الآية وبين قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليس بينهم منافاة، لأن الآية التي ذكرت الأولى لا يضركم من ضل إذا اهتديت، ومن هدايتنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفيد شيئا فحينئذ على الإنسان بخاصة نفسه. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العظم. فآية المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم هي فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لا يفيد. ولهذا قرأ أبو بكر هذه الآية وقال أيها الناس إنكم تقرؤون قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه.